يحو يعني بعد حوالي شهرين من اعتقال علي، كيف الشعور؟ كيف الأمور في البيت؟ هل تغيرت عليكم؟ طبعا تغيرت كثير كثير بالبيت، كمان تغير الوضع كلياته، حتى اخوته ومرته وبنته. يعني علي لما اخذوه من قبل شهرين على الاعتقال، علي ما كان في تفكير انه في اعتقال، لانه علي ما كان يجارب بالمظاهرة، كان بقلب المظاهرة. علي كان انتقام من السلطات، كان انتقام من السلطات، أشياء سياسية، أشياء سياسية. علي بحياته ما فتش بوليس، بحياته ما فتش أي. لما أنت بتقول انتقام، أنت بتقصد إنه بما إنه علي شاب متدين يعني تابع بشكل أو بآخر للحركة الإسلامية، هذا هو الانتقام؟ لا، علي مش تابع لأي، مش تابع للحركة، بس هو إنسان متدين وملتزم. هو ملتزم بس هو مش تابع لأي حركة عليه، ولا بأي حركة من الحركات عليه. علي ملتزم، علي بيروح على شغله، بيروح على بيته، دوما في الدار. علي مش من هاي الناس اللي يعني الشباب أو بعض الشباب اللي بتطلع وبتيجي. علي لا يمكن كان يوم من الايام تلاقيه هيك طالع ورايح وجاي او بيحكي على حدا او شو 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 سبب الانتقام اذا كانه علي انسان مسالم؟ انا بجيب لك سبب الانتقام ابو المزح. سبب الانتقام لعلي، سبب الانتقام لعلي انه علي اكثر من مره طلبوا لعكا، وانا مره نزلت معاه لعكا سامع، وبوقتها سالوا كم سؤال وجربوا يشغلوا معهن. علي بتعرف يعني عدم تعاونه معهن، هذا هو الانتقام، هذا الانتقام.